بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضرتك لما بنتكلم عن الاخلاق والتواصل بين الاجيال بنقول انه شيء مهم جدا خاصه ان جيل دلوقتي لما بيجي يتكلم مع الجيل اللي قبل كده بيقول لا 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 انت جيل قديم واحنا جيلنا مختلف واحنا تطورنا وتغيرنا واكيد اللي بيحصل زمان ما ينفعش يحصل دلوقتي وبيبقى فيه دروب كبير جدا عشان الجيل القديم او الابهات والامهات يقدروا يتواصلوا مع اولادهم خاصه لو كانت عقليتهم مرتبطه بالزمن اللي فات قبل ما نقول موضوع حلقتنا انا بتكلم عن التقرير اللي هو موجود معانا النهارده هو مبادره اجتماعيه تمت في جامعه عين شمس كان فيها فضيله الشيخ رمضان عبد المعز ودكتور علاء رجب خلونا نروح نشوف التقرير وارجع واقول لحضراتكم هنتكلم في ايه النهارده في اطار مبادرة لون حياتك، أقامت كلية تجارة جامعة عين شمس ندوة تحت عنوان الأخلاق ودورها في صناعة مستقبل الشباب، لحث الطلاب على صناعة التفاؤل في حياتهم. الشباب عندنا بينقصهم ثقافة، بينقصهم وعي، بينقصهم إن هم ياخدوا المعلومة من مصدرها الصحيح، علشان كده إحنا قررنا إن إحنا نلف الجامعات المصرية مع مجموعة من أفضل الشيوخ. عايز ربنا يكرمك ويسعدك ويرفع قدرك الأساس اللي هيكون عليه النجاح يا حضرات هو الاخلاق وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا روح اعمل صوان عشان تاخد العزل الناس ماتت خلاص يبقى رقم واحد انت عايز ربنا يكرمك عايز ربنا يسعدك لسانك لا تذكر به عورة امرئ ما تكلمش عن حد انتوا كشباب المفروض هتبنوا مصر هتبني مستقبل مصر. لو انت مش واثق من نفسك ازاي هتقنع الاخرين بيك؟ لو انت مش قادر ان انت تحدد هدف. مفيش حد بيحدد هدف لحد. عشان تبقوا عارفين ومفيش حد بينجح لحد. كل انسان هو اللي حاطط اهدافه وهو اللي هيسعى ليها وهو اللي هينجح ليها. هو كان الموضوع الاساسي عندنا في الندوه النهارده كل الدكاتره اتكلموا عليه هو الاخلاق. هو فعلا ده البلد محتاجاه اليومين دول، احنا بنشوف البلد بتمر بـ 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 بطريقه صعبه او بظروف صعبه محتاجه ان الشباب اللي في سننا هم اللي يقفوا معاهم، فمش هينفع طبعا الشباب ان هم اللي هيبنوا بلدهم ما يكونش عندهم اخلاق، ما يكونش عندهم تسامح، ما يكونش عندهم عزيمه وقوه. مساعدة الشباب على إدراك الكنوز الهامة في حياتهم يحثهم على إدراك طرق النجاح. أي من عماد، الدين والحياة. الأخلاق. وزي ما بنقول الاخلاق هي اساس كل حاجه في الدنيا، يعني لو الشخص بيتحلى بالاخلاق الطيبه اكيد هتفرق معاه في حاجات كتير قوي، هتفرق معاه وهو ماشي في في الشارع بعربيته وحد كسر عليه بانه ما يقفش وينزل ويهلل ويعمل مشكله والطريق يقف ويتخانقوا مع بعض والموضوع يوصل لمشاهده جامده جدا، الاخلاق في التعامل مع الاب والام، الاخلاق في التعامل مع المدرس أو المعلم الأخلاق مع الجار الأخلاق في الكلمة الطيبة الأخلاق في جبر الخواطر يعني الأخلاق هي أساس كل حاجة في الدنيا خلونا نقول النهاردة هنتكلم عن إيه لو احنا ماشيين في الشارع وقفت طفل كده عنده سبع سنين مثلا او ثمان سنين وقلت له مثلا حافظ اسماء الله الحسنى هتلاقي نسبه قليله جدا اللي تقول لك اه. لو سالته مثلا طب حافظ ايه الكرسي مثلا هتلاقي برضو نسبة قليلة جدا اللي بتقول اه طيب مثلا عارف اركان الاسلام هتلاقي نسبة قليلة برضو اللي بتقول اه قوله بقى كده على اي اغنية في اي فيلم هيسمعها زي البغبغان بالظبط ويمكن حافظها اكتر من اي حاجة تانية قوله على مشهد في فيلم يا سلام هيمثله باتقان شديد جدا قول له بقى كلمه في دراسته في منهجه في اي حاجه هتلاقي يعني شويه او شويه لا ده معناه ايه معناه ان الاعلام بياثر تاثير شديد جدا في عقليه الطفل خاصه في السنين الاولى من حياته. زمان كنا بنقعد نسمع اغاني اطفال في التلفزيون وكانت الاغاني فيها حكمه وفيها حاجه بتعلمنا شيء كويس جدا في حياتنا، النهارده احنا افتقدنا ده. ما بقاش عندنا حتى اغنيه اطفال، ما بقاش عندنا قصص للاطفال، ما بقاش عندنا برامج اطفال. فالاطفال بتلجا ان هي تسمع الاغاني والخبط والرزع والكلام اللي مش مفهوم يعني انا بسمع اطفال بيغنوا اغاني كتير جدا انا مش فاهمه ولا كلمه منها ويمكن الولد او البنت اللي بيغنوا هم مش فاهمين كمان الكلام اللي بيتقال ايه بس هم حافظينه وبيرددوا وخلاص بما ان الاعلام بيأثر تأثير شديد جدا في حياتنا خلونا نقول ازاي نقدر نستغله بشكل سليم في تنشئة الطفل عشان يطلع طفل سوي، لكن زي ما كانوا بيقولوا في التقرير انه ده الجيل اللي جاي، فاحنا بنعلم الجيل اللي جاي ايه؟ ازاي بقى نحفظ القرآن الكريم؟ ازاي نحفظ اركان الاسلام؟ ازاي نحفظ اسماء الله الحسنى؟ ازاي نستغل الاعلام في اننا ننشر جوه قلب الطفل الاسلام بشكل سليم؟ هيكون معنا ان شاء الله النهارده فاضلة الشيخ رمضان عبد المعز واكيد برحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم ولكن بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية معنا النهارده فضيله الشيخ رمضان عبد المعز اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم شيخ رمضان سلام عليكم وعليكم السلام عليكم. ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وفرج عنا يا ربنا ما نحن فيه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات، وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وسلم تسليما كثيرا. صلي اللهم وسلم وبارك على هذا السلام. النبي الامين، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم امين امين, أمين. تحيه حب واحترام وتقدير لمشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج الدين والحياه ولحضرتك مدام لمياء وما زال حديثنا موصولا عن التربيه عن التربيه وانا و بتكلم في الانترو وبقول الاطفال حافظين ما شاء الله الاغاني يعني زي البغبغان بالظبط فبقول للشيخ رمضان في الفصل بقول له العيال الصغيره حافظين الاغاني بشكل مش طبيعي فلقيت الشيخ رمضان حافظ الاغاني كلها الحقيقه لا <applause> لا <applause> 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 داخل طفل عليك بيقول ادي له سيجاره وفي الحاره سيجاره وحاجه كده غريبه يعني نسال الله السلامه عشان كده التربيه تبدا احنا نبداها من المهد صحيح <applause> يعني احنا احنا عندنا اول سبع سنين وفي ثاني سبع سنين وفي ثالث سبع سنين وفي ما بعد ذلك <applause> وهم يمكن السبع سنين الاولانيين اللي احنا بنقول الطفل عامل <applause> زي الاسفنجه يمتص هي بيمتص... اللي فيهم شخصيه الطفل عشان كده لازم البيئه البيئه المحيطه بالطفل الطفل ده نبته جميله بنزرعها وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه طيب احنا عايزين مناخ تربه جيده صالحه البيئه لابد ان يتوفر فيها عنصرين مهمين جدا العنصر الاول اللي هو يتعلق بالناحيه النفسيه الطمانينه والسكينه احنا عايزين الولد يتربى في آه في امان في ام بتحتضن حبيب قلب ماما حبيبي في ام وهي بترضع ابنها بتملس له على شعره تحسسه بيه عليه وبتطبطب عليه وهي غضبانه ما تفضعش يعني اساتذتنا بقى تعلم علم آه. النفس هم يفيدونا اكثر في هذا الجانب أه ما تبقاش متوتره يعني ما ترضعش ابنها وهي متوتره من البدايه وهي بتزعق ولا صوتها عالي نحسسه بالامان، نحسسه بالطمأنينه نحسسه بالسكينة، نحسسه بالهدوء تمام؟ ولذلك القرآن الكريم رائع والله القرآن في التقويم والتهذيب والتربية، اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وزيننا بزينة أمين القرآن. يا أمين هو مش وارد إن الزوجين يختلفوا مع بعض؟ طبعا وارد وارد إن أي اتنين يختلفوا مع بعض؟ لا أنا الزوجين اللي هم بقى الأب والأم الأساس الإسلام بعنايته البالغه الشديده آآ آآ بعد الخلافات عن الطفل م. لحد فين بقى؟ لما قال والتي تخافون نشوزهن فعظهن الوهجرهن في المضاجع مش من المضاجع م. وكانه بيقول خلافتكم تبقى داخل البيت اللي هو حجره النوم اللي هو غرفه النوم دي اسمها البيت اللي هي مكان البيتوته اللي الانسان بيبات فيه المبنى البيلدنج دي اسمها الدار. انما قط النوم اللي انا بنام فيها اسمها بيت اللي ببات فيه. فكانه الشرع بيقول خلاف خلافك مع زوجتك ما يتعداش غرفه النوم عشان الاولاد ما تحسش بحاجه. مم. يعني لو 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 ده رايح ينام في مكان وده رايح ينام في مكان الطفل بيعرف ده. طبعا لو هم بيزعقوا مع بعض قدام الطفل حتى وان كان الطفل لسه لا يميز الحروف بعد بس بيعرف من رياكشنات الوش طبعا بس بيعرف ده. فبنقول ارجوكم ما تضروش ولادكم ما تاذوش ولادكم لانهم امانه هنسال عنهم امام الله عز وجل. اول عنصر مهم جدا لازم نوفره في المناخ بتاع الطفل الطمانينه السكون الهدوء نسال الدكتور ايهاب عيد كده لما يقول لك واحد تقول ابني عصبي هو العصبي العصبيه دي جابها من جابها نازله له بالهليكوبتر؟ واخدها من الامر الصناعي واخدها من حد من الوالدين في الغالب مع, مع كامل احترامي وتقديري في الغالب بتبقى الام ماشي مسكينه <applause> لا ما هي قاعده في الب... هو الاب ده ضيف الاب ده زائر لا ده كمان ممكن ياخدها من في كمان في التسع شهور بتوع الحمل انها لا عصبيه وزعلانه ومتنرفزه بالضبط. كل طيب. ده بيوصل للطفل جميل احنا خلاص هنقول بنقول للام لان الام مدرسه هي اللي عليها الله يكرمها ويسترها ويسعدها هي عليها العبء الكبير ولذلك الجنه تحت اقدام الامهات صحيح. صح ولا لا صحيح. هو انا اعظم حق عليا مين امي اللي أمي يا رقم واحد في حياتي م. مش هي اللي حملت وأرضعت وربت وشالت وتعبت وصارت الليالي فبنقولها انت دورك كبير قوي طيب آه ازاي آه هي كيف تقول كيف لي انتوا عايزين ابقى ريلاكس ولاد التاني ابو اربع خمس سنين ده مطلع عين مكفر زياده مش عارفين العيال بتعمل فينا ايه يا مشايخ ماشي مش عارف زوجي عامل فيا ايه ماشي انت مش عارف المجتمع عامل فيا ايه ماشي اه رتم المجتمع بقى مختلف كتير قوي طبعا يا طبعًا, طبعا وبقى آه في حركه سريعه جدا وتوتر وضوضاء وصخب وده كله ده بيأثر لأنها طاقة سلبية طبعًا. فجأة أقول لها من فضلك الله يكرمك الأجهزة الأجهزة الكهربائية لها أرضي صح ولا لا مم. عشان نفرغ الطاقة الزايدة ده مش كده البني آدم لازم يبقى له أرضي لازم أفرغ الشحنة السلبية عشان ما فضهاش في ابني ما جيش من بره عفاريت الدنيا متنططه وكمان بتقول لي سلام عليكم مم. وام مفضل زهق في الولد ولما اجي اقول له انت ليه بتعمل كده يقول لك مخنوق ما تقدرش بيا لا لو سمحت طاقتك دي تفرغها في حاجه تانية زي مم. في سجده لله كنت لسه هقول طب... فين وقترب. طيب؟ أوه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حزبه السلام. امر شغله امر اه في امر شاغل عنده مشكله قام الى الصلاه قوم صلي ارحنا بها يا بلال مش النبي علمنا كده؟ صحيح ريحنا رح بالصلاه السلام. الله يسترك ادي الصلاه اثنين الا بذكر الله تطمئن, تطمئن القلوب أه؟ بدل ما تشغلي بيستك نو يا الدنيا عماله تحلو لا ده كان زمان بيستك دي دلوقتي مش, مش باستكناوي خالص شغلي اذاعه القران الكريم ايتين في البيت يجيب الطمانينه مش كده ولا ايه؟ مش القران ربنا قال كتاب أن انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته يبقى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بالذكر الله يبقى الذكر الله ثالثا آآ آآ النبي لما كان يلاقي ستنا عائشة سلام. أم المؤمنين رضي الله عنها سيدة الطهر أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق ما لا متوترة شوية ولا دخل في دور أنها تتعصب ولا حاجة يقول لها قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن قولي كم كلمة دي ابنك كسر الكوباية وانت عماله من الصح تقول ابعد عن الكوباية ابعد عن الكوباية <applause> يعني انت محذراه فالشيطان بقى يقوم نفخ نفخه كده فقوم جايب الواد شايله ورميه في الحيط ليه؟ حرام والله ما الكوبايه اتكسرت طب انا ما هي ال... لو ما كانتش هتتكسر منه كانت هتتكسر من غيره الغضب اللي جوايا ده بقى اعمل فيه ايه؟ لو سمحتي قبل ما تروحي لابنك قومي قايله الدعاء ده اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن هتنزل عليك السكينه والطمانينه الصلاه ذكر الله اللي اعظمه قراءه القران الدعاء الدعاء فهي هي كده تبقى مطمئنه ودي اول عنصر احنا لسه بنتكلم في العناصر المكونه اللي لازم تبقى في بيئه الطفل عشان نربيه كويس اول حاجه الاطمئنان السكينه الهدوء وعرفنا هنعملهم ازاي تمام ناخد التليفون ونكمل مدام بهيه الو ايوه مدام بهيه اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام أوكي. ورحمه رحمة رحمة الله, رحمة الله وبركاته ازيك يا فضيله الشيخ اهلا بيك يا حاجه بهيه اهلا بيك اتفضلي بقول لحضرتك انا كنت في الحج السنه اللي فاتت ديت ربنا يتقبل ايوه تفضلي. اتفضلي اتفضلي انا سامع حضرتك ايوه ف واحنا في مينا بصيت لقيت اليافطه اللي متعلقه كده مكتوب ايه نهاية منى طيب نهايه منى دي حاجه احنا طبعا قعدنا اللي هو اول يوم العيد وتاني يوم الت... اول يوم التشريك اللي هو تاني يوم العيد وتاني تالت يوم اللي هو تاني يوم التشريك اللي هو تاني يوم العيد خرجونا الساعة سبعة الصبح. طيب. خرجونا من منى الساعة سبعة الصبح. طيب. وكنا احنا طبعا بري فكنا في العزية اختي كنت انا مريض اختي راحت رمت لي بقى الجمرة اللي هي ايه انا رمت جمرة العقبة الاولى. اختي بقى رمت لي الباقي. طيب. فانا عايزة اسأل حضرتك ده صح حلو. وبعدين لما تلقيت نفسي بره اللافتة دي مكتوبه بره منها انا شكيت ان انا اكون كمان بره عرفات في يوم لا عرفات لا لا اطمني لا يا حاجه هم اخواننا اكرمهم الله في المملكه العربيه السعوديه مش هسيبوا حد ابدا بره عرفه لا اطمني حاضر حاجه طيب طب حاجه بهاء شكرا لك شكرا ليك يعني سبحان الله الدنيا بتتغير النبي عليه الصلاه والسلام لما انتقل الى الرفيق الاعلى كل الصحابة كل الصحابة اللي سابهم وراه كام يا مدام لمياء؟ 124 ألف صحابي ألف صحابي هو حج حجة, حجة واحدة سنة عشرة من الهجرة حجة واحدة حجها النبي اللي هي حجة واحدة في الإسلام قبل كده في الجاهلية كانت العرب بتحج للكعبة هو حج حجة في الإسلام فحج مع رسول الله نفر كثير كام يعني لو قلنا كل المسلمين حجوا أيام النبي ده جدلا يعني عدد هيبقوا 124000 طب من ال 3 4 كيلو يعني منطقه 3 4 كيلو نقعد فيها 3 مليون ازاي؟ 3 <تلاتة> 4 مليون ازاي؟ فبقت في منى كمان اسمها منى المطوره م. احنا بنينا المسجد النبوي نفسه ما احنا ما بنروحش بعيد مسجد النبوي نفسه ده مربع الشكل النبي بناه ووسعه بعد فتح خيبر لما المسلمين كتروا دلوقتي المسجد النبوي هل نقدر نجيب ال 3 مليون يقول لك انا عايز اصلي في الحته اللي كان بيصلي فيها النبي ازاي يا سيدي مش هتعرف فالفرع بياخد حكم الايه الاصل فاذا كانت منطقه منى لا تسع الناس فتوسعنا ما فيهاش اي مشكله خالص ادي بالنسبه ان انا شفت اليافطه فوق او تحت كده فما تقلقش خالص خالص انا افرض انه منى اتملت ولسه معانا كمان 2 مليون بني ادم انا احطهم فين مم. فتحطوا جنب منى خلاص يبقى هي منى برضه ما فيهاش اي مشكله الامر الثاني بقى بما يتحقق المبيت، احنا بنبات ليلتين في منى يعني احنا لنا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. يا نقعد 11 ذي الحجه و12 بس، يا نقعد 11 و12 و13 ذي الحجه، يا يومين يا ثلاثه، القران خيرنا. م. في الغالب معظم الناس بإيه؟ بيتعجلوا فبياخدوا يومين اتنين. فهي بتقول انا خرجت الساعة سبعة الصبح. يعني انا هبات ليلة 11. اللي هو يوم العيد بالليل يوم 10 ذي الحجه ركزوا معايا هبات في منى دي اسمها اول ليله ليله 11 طيب ويوم 11 ذي الحجه هبات ثاني ليله اللي هي ليله 12 ذي الحجه انا ليه ليلتين اباتهم اه هل لازم اقضي الليل كله؟ ولا ممكن اقضي معظم الليل؟ ممكن اقضي معظم يعني الليل يعني زي ما هي هي خرجت الساعه 7 الصبح ده انا خرجت قبل 7 الصبح <applause> <applause> أنا... <applause> كده قضت الليل كله اه يعني 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 في المساله دي آآ اللي يقرا في فقه في فق الحج هيلاقي انه في سعه رهيبه جدا <applause> وما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء <applause> في الحج قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج فالفقهاء كلموا الشافعيه والحنبلة كلموا في هذه المساله يعني المبيت يتحقق فانا قضيت معظم الليل في فهمنا قضيت معظم الليل في منى خلاص تحقق المبيت طب انا بقى هقعد اليوم كله خير وبركه اقعد بس اذا كان هناك زحام شديد اللي عنده السكر واللي عنده الكبد واللي وفي عليه وذوي الاعذار واللي معن... اللي لازم يخش الحمام كل شويه والمكان غير مؤهل لذلك شركات كثيره بتاخد الناس يقضوا معظم الليل في منى وبعد كده يوضوهم مكه ولا شيء في ذلك ربنا يتقبل يا أمين رب ان شاء الله, الله. مدام الهام السلام عليكم يا مدام هاي... لميه مدام لميه <applause> عليكم السلام منورة يا حبيبتي منورة رب... على طول يا حبيبتي ربنا يخليكي حضرتك طيبة يا حبيبتي وأنت بألف خير يا رب وسعادة اللي ربنا يجعل بسمته الجميلة دي منورة في كل البرامج وفي كل القنوات أكرمكم في كل يا رب. الله. الله يكرمكم يا ستي الله يكرمكم ليا ثلاث أسئلة عند حضرتك يا فضيلة الشيخ اتفضلي أول سؤال أول سؤال إيه حكم إفطار اللي بيصوم طول السنة الهجرية ويجي يوم في الربيع يفطر فيه هل حرام ولا حلال يا ريتك تفيدني يا صديقي الشيخ بالسؤال دوت لاني انا زعلانه قوي قوي ان انا بفطر اليوم دوت بيبقى اسرتي موجوده وبفطر معاها حاضر. وتاني سؤال ان ال... في قيام الليل او قيام ك... الليل او الضحى لو فاتني فرض منه هل ان انا اصوم أفطأ... اصليه تاني يوم او اصلي قيام الليل اللي فاتني حاضر هجاوبك طيب طب. في سؤال ثالث مدام هيام طيب هي مش معانا هنروح هن... هن... <applause> لفاصل ونجاوبها بعد الفاصل إن بقى. مش, مش كده هنحاول نتعلم مش عايزين فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه خليكم معانا برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه معنا النهارده فضيله الشيخ رمضان عبد المعز اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم مدام هيام ايوه <تصفيق> <تصفيق> كان سؤالها قبل الأولين. الفاصل ان هي بتفطر في عيد الربيع عشان بيبقوا الاهل وكده وعاملين عزومه ف... وهي بتصوم بقيه الايام لا هو بص يا حضرات هو الاصل في الدين الاتباع يعني احنا بنقلد سيدنا النبي عليه الصلاه <تصفيق> والسلام <تصفيق> كان في واحد قالوا اسمه اسامه الباهلي والتقى برسول الله عليه السلام وبعدين سافر وجاء قبل النبي بعد سنه فدخل يسلم على النبي عليه السلام وقال يا رسول الله ما تعرفني؟ قال له انت مين؟ قال انا الباهلي قال ما الذي غيرك؟ شكلك متغير خالص كان نحل جسمه قال يا رسول الله انا ما اكلت طعاما منذ ان فارقتك الا بليل انا من ساعه ما سبتك من السنه اللي فاتت دلوقتي لم اكل طعاما الا بليل يعني بصوم النهار على طول فانا بقول له لا جدول الصيام النبي حط لنا جدول نصوم فيه اللي هو صيام التطوع انا النافله الصيام يعني الفريضه شهر رمضان الفريضه مم. من كل فريضه ربنا جعل لها من جنسها سنه مم. يعني من الحج جعل العمره من الصلاه جعل النوافل من الزكاه جعل الصدقه مم. نافله سنه طيب من من ال احنا بنتكلم في ايه؟ انا بتكلم في الصيام <applause> يا حاجه لمياء يعني. <applause> من شهر رمضان <applause> سبحانك يا رب من شهر رمضان جعل بقى ان هو في الاثنين والخميس فالنبي حط له جدول حط الاثنين والخميس 13 و14 و15 طيب استطيع اكثر من ذلك اعلى حاجه في الصيام قال صم من الحرم واترك ان صم من الاشهر الحرم رجب وذي القعده وذو الحجه والمحرم اصوم واترك اصوم واترك استطيع اكثر من ذلك اعلى صيام احب الصيام الى الله احب الصيام الى الله صيام داود عليه السلام مم. مفيش اعلى من كده كان يصوم يوما ويفطر, ويفطر يوم. يوما يصوم يوم يفطر يوم يصوم يوم يفطر يوم وهكذا مم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا صام من صام الدهر قاعد يقول انا هصوم السنه من اول محرم لحد اخر السنه كانه ما صامش النبي يقول لا صام من صام الدهر. لا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اما انا اصوم وافطر واقوم وارقد، يصلي قيامه ويستريح، واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا كان النبي بيصوم ويفطر انا كمان اصوم وافطر. فاخواننا واخواتنا اللي بيحبوا الصيام، الصيام دي عباده جليله جدا. النبي عليه الصلاه والسلام قال, السلام قال السلام عليك بالصوم فانه لا عدل له يعني لا مثيل له عباده جميله كل عمل ابن ادم لا أقول له الا الصيام فهو لله والله لا يجزي لكن جدول اللي انا امشي عليه مم. اعلى حاجه ان انا اصوم يوم وافطر يوم صيام سيدنا داود عليه السلام مم. ومع هذا افترضوا ان انا صايم اثنين وخميس سنه مم. 13 14 15 سنه وجاءني ضيف الشرع بيقول لي افطر معاه وهتاخد اجرك لانه كان في نيته ان هو يصوم انا جالي ضيف لازم اكرمه آه. لازم اكرم الضيف وعشان اكرم الضيف وحضرنا له الغداء. اتفضل كل اقعد انا على طريق السفره اتفرج عليه واقول له اتفضل كل لازم اكل معاه عشان اشعره بالامن والطمانينه صحيح صحيح, صحيح. ليها سؤال تاني بس خلينا نقول القيام التليفون أو... القيام لا يقضى الا الوتر بس يعني لو واحد ما صلاش قيام الليل والاذان اذان الفجر اذن وبعدين اقول له صلي الوتر ممكن تلحق تصلي الوتر انما أجد دي اصلي قيام بتاع امبارح لا خلاص امبارح عدى. طيب, طيب. مدام ريهام؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه لمياء الحمد لله. طيبه وشفنا الجليل العالم أعلم. العظيم أعلم. والله يا رب ربنا يخليكم من بر العلم لينا يا رب. اكرمكم أه. الله يا سيدي جزاكم الله خيرا. الله اللي كنت فضلت الشيخ كنت عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاول حضرتك كنت عايزه اعرف حكم حكم المسلم يعني مش هنقول تارك الصلاه هنقول اللي هو متاخر عن الصلاه ايوه يا ريت حضرتك تفيدنا وثاني حاجه حضرتك بالنسبه للفروض اللي احنا يعني يعني احنا بنقدم عليها لمثلاً اللي هو ناخد شقق او هنعمل ايه حكمها رغم ان حضرتك عارف صعوبه الايجارات دلوقتي موجوده غاليه جدا ومفيش اللي هو ده يمكن الحل الوحيد المتاح بالنسبه لنا وثاني حاجه وثالث حاجه حضرتك انا عايزه يعني الطفل اللي هو اللي بيبقى شقي الشقي هو كان يعني كان كويس جدا وهادي جدا ومره واحده تحول خالص ازاي الام تتعامل في البيت مع الاطفال الاشقي جزاك الله خيرا يا ريت حضرتك تقول لنا دعاء للامتحانات برضه للابناء <applause> حاضر شكرا لك. <لي>. شكراً. بل... <applause> بلاش بلاش نقول على اولادنا ان هم اشقياء <applause> نقول مثلا حركته زايده بيعمل مشاكل كتير يعني نسال الله انه يكتبنا احنا واولادنا من السعداء مش, مش من الش... عشان أوه. الشقاء <applause> اه يعني احنا مش بنقف للناس على الوحده بس احنا بنتعلم صحيح, صحيح. يعني جزى الله مشايخنا واهالينا خيرا لما كنا نقول لفظه كده فالشيخ كان يقول لي دي تتقال كده ما تتقالش كده ومش معقول أقول عقدتني يا مولانا لا ما احنا اتعلمنا احفظ تقل ان الكلام من الكلام فاجيال بنسلم بنسلم بعض يعني السؤال الاول كان ايه حكم تارك الصلاه في... مش التاريه اللي بيتاخر في الصلاه اه واحد راح للشيخ الغزالي الله يرحمه والراجل ده كان جميل الشيخ محمد الغزالي ازهري عظيم يعني فقال له مولانا ما حكم تارك الصلاه قال حكمه ان تصحبه معك الى المسجد <applause> شوف ال... شوف المنطق ببساطه شوف المنطق م. مش حكمه انه دخل النار حكمه انه النبي قال مثل المؤمنين سلام. عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو اهمله لا ولا تداعى له سائر الاعضاء سائر الجسد بالسهر والحمى. م. انا لو عندي عضو مريض المريض احنا بنعمل ايه؟ بنلتف حوله، صح ولا لا؟ أب. سواء مريض جسديا او مريض قلبيا بقى. م. هو ترك اللي بيهمل الصلاه ده عنده شويه مرض كده خفاف كده في القلب فعايزين فنقف جنبه طب ايه طب تعال نصلي سوا طب يلا انت أه صوتك جميل عايزك تصلي بينا امام ناخده معانا النبي عليه الصلاه والسلام قال السلام الشيطان السلام. قريب من الواحد وهو من الاثنين ابعد مم. وهو من الثلاثه هيبقى ابعد وابعد فالشيطان بيسيطر على البني ادم طب لو البني ادم ده في وسط خمسه سته سبعه ثمانيه لا بتبقى الدنيا سهله بيبقى اه لو احنا خمسه سته كده يلا يا جماعه يلا يا جماعه الله يكرمكم صلي العصر مع بعض يلا خلاص هنقوم ونصلي فاحنا دائما ولذلك القران يقول ايه واتبع سبيل من اناب الي فحكم تارك الصلاه حقه في رقبتنا ان احنا نلتف حوله ونسهل له الدنيا وربنا يرزقه في شيخ ما يعقدوش بقى واعمل ايه ولا ولازم وارفع كده واعمل كده لا بالراحه بيه لا, بيه لا والناس اللي بتبقى موجوده في البيوت اللي هو انت احنا عمرنا ربنا هيرزقنا أه طول ما انت ما بتصليش ولا هننفع اه لا بالظبط بالظبط انت كده انت هتجيب لنا الفقر بسبب الموضوع ده لا احنا بلاش الطاقات السلبيه دي انت عارف حضرتك انا لما اجي اصلي مثلا والاقي شبابنا كده وبتاع في حته واحس ان هم يعني ايه لسه في اول سطر في الصلاه أقصى حاجة ممكن أقراها ان أعطيناك الكفر كله والله أحد. <applause> أنا لو أعرف أقسم كله والله أحد على ركعتين هعمل كده، أقسمها <applause> في الركعتين، ما أنا عايز أخفف عليهم. أيوة. عشان عايزين نحببهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن منكم منفرين، إحنا مش عايزين ننفر الناس في العبادة، عايزين نحبب أطفالنا الصغار في العبادة. ده بالنسبة للسؤال الثاني. ليها سؤالين ثانيين بس خلينا ناخد التليفون ونجاوب. أم أحمد. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا أستاذة الحمد لله أهلا بيك يا أم السلام عليكم يا شيخ رمضان وعليكم السلام يا منورين بيوتنا والله الله يكرمك يا مه. جدا على البرنامج الجميل ربنا أرجوك يا شيخ رمضان بس أنا عندي يعني شوية مشاكل كده بالنسبة لل أنا وزوجي آه الله يرحمه هو متوفي من أربع شهور الله يرحمه إحنا كنا على طول خالطين على بعض يعني أنا, أنا كنت بشتغل ومعايا فلوس وهو بيشتغل ومعايا فلوس وبدانا احنا الاثنين ما كانش معانا حاجه اه يعني كل حاجه عملناها مع بعضنا لغايه خمسة 25 سنه متجوزين وكان معانا خمس اولاد اه المهم حصل له نصيب وتجوز زوجه تانية وخلف منها ولد اه في حاجات من من الاملاك باسمي وفي حاجات من الاملاك باسمه تمام أيه. دلوقتي انا اورث الولد القاصر ازاي ابنه اللي هو ده هو توفى الله يرحمه بقاله اربع شهور الله يرحمه والولد يرحمه قاصر عنده تسع سنوات حاضر. في حاجات باسمه دي اللي بنعمل عليها اعلان وراثه طب انا الحاجات اللي باسمي تفضل باسمي ولا يورث فيها ولا ايه ما حاجه ده الله. سؤال السؤال الثاني بعد اذن حضرتك كان في مبلغ من المال مثلا وحطيناه في قطعه ارض قعدت قطعه الارض مثلا دي خمس سبع سنوات مثلا أي. وبعناها النهارده وهنحط فلوسها في البنك. أي. النهارده يوم ما بعناها وقبضنا فلوسها تخرجي عليها 2.5% على المبلغ اللي احنا بعنا بيه بالظبط صح كده؟ بالظبط شكرا لك شكرا, شكرا ليك يا شكرا لك يا ام واحد أه. القروض اه و و, و يعني للاحتياج لا هي كانت بتتكلم عن الشقه والتمويل العقاري آه. فالتمويل العقاري ده في واحد عايز يشتري شقه ده مشتري. مم. وفي واحد بيبيع شقة ده البائع صاحب تمام. العمارة. بس المشتري معهوش فلوس فيدخل طرف ثالث اسمه الممول. مم. الممول ده بيعمل ايه؟ بيمول ثمن الشقة للبائع كاش كلها الميت الف مثلا. وبعدين وكأنه بيعمل الريسيل اعادة مم. بيع للايه؟ للمشتري انه بيبيعها له وعشرين الف على خمس سنين واي ما كان. تمام لو تمت بالصورة دي ده تمويل عقاري ما فيهوش أي مشكلة تمام, تمام؟ لو خدنا يعني لو الممول من البنك؟ لو الممول هياخد زي زي اللي بيشتري السيارة كده، البنك بيمول ثمنها وبيعمل حظر بيع كأنه بيبيعها لإيه؟ للمشتري تاني وبيقول لحد ما المشتري يسد للمكان للمك ويعمل له بقى يحرر مسألة حظر البيع والكلام ده تمام, تمام؟ ده دي صورة دي صورة، هناك من الفقهاء مم. من أجاز قال لك إيه المشكلة؟ انه كانه البنك هو حي... حيوكل المشتري بدل ما البنك مش البنك هو يدفع الطرف الثالث يدفع مباشره فلا هو ايوه بزا. البنك يدزي. هو الطرف الثالث هو المفروض يروح يخلص المساله دي فيخلي الطرف انه البنك بيقول للمشتري خد انت الفلوس اهي نيابه عني وروح خلص ويبقى ايه سدد لي فهناك هناك هناك في راي من من الأ... من, من اجاز هذه الصوره م. وهناك من الفقهاء الفريق الثاني اللي قال لك لا اشتريها ويبيعها له ماشي كده فده راي وده راي وده راي وعلى الانسان ان يقلد راي من اجاز كثيرا من اخواننا يقابلوني يقول طب رايك انت ايه رايي انا ده بتاعي انا بعيشه لنفسي انا وممكن اقوله بره الهوى لما يجي طب انا عايز اسمع رايك انت بس انا عايز اعرف رايك ايه انت هتختار انهي مدرسه اقوله انا على المستوى الشخصي بختار مدرسه رقم كذا انما انا حسب ما يناسب ظروفي ظروف يعني. اه ظروف الشخص احنا احنا يعني. بص يا مدام لم ربنا خلق الناس متفاوته وانا عندي مدرستين في الفقه الاسلامي في مدرسه الاحتياط وفي مدرسه التيسير الفقهاء نفسهم اختلفوا فيها يعني الافضل اخذ بمساله مدرسه التيسير ولا الافضل اخذ بمدرسه الاحتياط فريق قال التيسير ليه ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما ادا فريق فريق تاني قال لا 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 الاحتياط، ليه؟ الأحوط يعني. مم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. سبحان الله سبحانه هو الاحتياط ولا التيسير؟ ربنا الدين ده للناس كلها، أيوة. مش لشريحة واحدة. فاللي في ناس بطبيعتها بطبيعتها تميل إلى التشدد، يشد على نفسه. أنا من النوع اللي أخطب جمعة ما أعرفش أزعق، ما أعرفش أتخانق. لو في ناس تانية ما تعرفش غير وهي بتزعق وبتتكلم انا انا الكلام نفس الكلام اللي بكلمه على الهواء هو الكلام اللي بكلمه في الدروس هو اللي بكلمه اللي بكلمه على المنبر ده طريقتي لا في ناس تستملها الطريقه دي وفي ناس تانية ما خدتش ويا ايها الناس وهي الطريقه دي بحبها جدا م. يعني يقول لك اصل الشيخ ده بيزعق وانا ما بحبش اسمعه بينما في واحد تاني يقول لك لا ده معشوقي ده يا سلام ده هو هو ده الشيخ ولا بلاش صح م. ولا لا؟ طب, طب. سبحان الله فربنا دين ربنا بيستوعب الناس كلها ارجوكم ارجوكم ما نضيقش حاجه واسعه انت عايز تمشي في اي مدرسه يا سيدي الاحتياط توكل على الله ربنا يتقبل ولا عايز يمشي في مدرسه التيسير توكل على الله وربنا يتقبل طيب الطفل اللي حركته كثيره <applause> ما احنا جايين اهو بقى للحركة كتير بقى احنا كان السؤال الحاجه موضوع حلقتنا وحمر. انا اخلص الورث و اه لا بصي يا الولد ازاي والله انا بس حابب اشكرها انا انا وهي بتتكلم استشفيت من كلامها انها انسانه جميله اه دي حقيقه وزوجها متجوز باخرى وهي عايزه تدي ابن جوزها تسع سنين ح... حسيت انها ست عندها تصالح مع نفسها كده و... فانا بشكرها وجزاك الله خيرا وفي ميزان حسناتك بتدور على انها توصل الحقوق لاصحابها بينما في ناس ثانيه مش عايز يدي اخته 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 يعني كان هو وهي احنا كان في رحم واحد كان في كان في حلقه كامله عن ال... عن آه الاخوات اللي واكلين كان هو برضه. وهي في رحم واحد مم. مش عايزه تديها حقها بينما ده مش مش ابن بطنها بس عايزه تديله حقه ال... كل ما تركه الميت باسمه هو يتوزع ميراث شرعيه حتى اذا كان في... في الحاجات اللي هي باسمها هي لا حاطط فيها فلوس اه ان شاء الله يكون اللي باسمها هو اللي جايبه مم. خلاص ما دام بقى باسمها هي. باسمها ان شاء الله هي عندها خمس عماير باسمها هي ما حطتش فيهم جنيه مثلا هو اللي بيدي الخمس عماير خلاص بتوعها مع عقد ملكيتها لهذه العمارة إدهولها حال حياته ربنا يرحمه رحمة واسعة على سبيل الهبة أو العطية أو الهدية أو كل سنة وانت طيبة في, عد في ملادهم ولا في جوازهم هو حر مم. فهو اللي بيتوزع من التركة اللي باسمه هو. اللي باسمه هو. تمام خلي برضو سؤال مدام ريهام لانه داخل في اطار الحلقه النهارده انا هقول ل... هقول لها الطفل اللي عنده العكروت اللي حركته زي ده ازاي ان شاء الله استاذ اشرف ايوه يا فندم السلام عليكم اتفضل يا فندم عليكم السلام ورحمه الله, الله وبركاته لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور رمضان سؤال عن زكاه المال اتفضل يا فندم زكاة المال أنا بطلعها في شهر رمضان كل سنة عظيم فهل ممكن ان انا استقطع جزء منها واعمل شنط رمضان واديها للفقراء والمساكين برضه؟ طيب برضو؟ حاضر هجاوبك حاضر. حاضر شكرا ليك شكرا ليك اشكرك يا استاذ اشرف الاصل في مال. زكاه المال انها تطلع مال تمام انما الصدقات للفقراء اللام لم الملكيه صدقه المال بطلع منه مال واديه للفقير فسؤال اخونا الحاج اشرف هل يجوز اخراجها في صوره عينيه بدل صوره نقديه؟ م. مع عينية بقى عن طريق بقى علبة سمنة وإزازة زيت وكيلو بلح وكتنين كيلو رز وعدس وفول ده صورة عينية بدل نقدية تمام. العبرة بمصلحة الفقير أمم. يعني مصلحة الفقير في إيه؟ إذا كان مصلحة الفقير في الصورة النقدية أدها له نقدا طب إذا كانت مصلحة الفقير أنها تطلع في صورة عينية م. الفقير مثلا شخص معين بكلم على شخص معين مش كل الأشخاص سين سفيه انا 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 عارف سفيه. ان هو محتاج اه هو فقراء بس آه. الراجل رب البيت رب الاسره السفيه هدي له 500 جنيه زكاه المال هيصرفهم آه. سجاير آه. ولا يحشش بيهم و... والموضوع ده لجنه الزكاه عملته اكتر من مره وتكرر نفس المطب مم. وتيجي الست تصرخ في لجنه الزكاه احنا مش لاقيين ناكل الا ما احنا ادينا جوزك فلوس اتضح ان جوزها بياخد الفلوس ديت بيشرب بيها حاجه طب نعمل ايه بقى؟ لا يبقى نوديهم سلعه غذائيه طيب. ده اللي ده اللي انا عارف حالته يبقى العبرة بمصلحة الايه؟ الفقير، إذا كان نقدا نقدا هيضره م. لا يبقى ما ادهلوش نقدا صح ولا لا؟ طيب. طيب الفقير مريض وعايز نجيب له إبرة هياخد إبرة بـ300 جنيه م. لو اديته ال 300 جنيه قلت له روح يلا هات الإبرة هيأكل و... ولاده هيستخسرهم في نفسه آه. وبالتالي حالته الصحية هتتدهور مش هيعالج نفسه م. وفي ناس كتير كده بتستخسر في طب نفسها طب خطر طب خاطر ولاد يا سيدي ولادك هناكلهم بس انت لازم تتعالج ناخده احنا نعالجه من زكاه المال واضح كده؟ تمام طيب هنيجي في شنط رمضان انا زكاه مالي 1000 جنيه فهطلع 1000 جنيه كيلو الرز بكام؟ ب 5 جنيه مثلا بس انا ممكن اجيبه للفقير ب 3 جنيه اه انا اعرف اجيبه وهكيسه وهيقف عليا ب 3 جنيه فبدل ما كنت هدي الفقير 5 جنيه فهدي له كله رز وال 2 جنيه م. او انا لو اديته ال5 جنيه كان هيروح يجيب بقى ايه كيلو واحد رز م. لا انا جبته له بثلاثه واديته 2 جنيه, جنيه كمان في ايده فلو قدرنا نعمل ده احنا بنوظف زكاه المال العبره بمصلحه مين الفقير يعني حضرتك تقصد انه نقسم الموضوع جزئين جزء فلوس نقدية الاصل في زكاة المال انها تطلع مال نقدي امتى ممكن اطلع بقى شنط رمضان وفي صورة عينية اذا كان ده فيه مصلحة للفقير هم. العبرة بمصلحته هو اذا كان هو هيستفيد بالمال اكثر وهيحسن التصرف فيه لا اقول اديله مال اذا كان هو مش هيستفيد بالمال ولا يحسن التصرف فيه ومش هيعرف يشتري السلع الغذائية كويس وهو داخل عليه شهر رمضان لا اشتريها له انا بسعر كويس وبقيتوا الفلوس اديها في ايده فبقى عملت الحاجتين بالظبط تمام طيب واحنا مكملين مع بعض الاطفال وتربيه الاطفال والحلقه و... خلصت الحلقه خلصت انا عندي عنصرين اثنين في بيئه الطفل قلنا عنصر واحد عشان اوفر له الطمانينه والسكينه العنصر الثاني ان انا احافظ عليه من التلوثات السمعيه طيب خلي خلينا نكمل ده موضوع كبير قوي خلاص؟ و... ولازم مم. نتكلم على الحركه الكتير ونجاوب ون... طيب. على سؤال مدام ريهام بس خلينا نكملوا ان شاء الله لو عشتوا كل عمر الحلقه الجايه باذن الله, بإذن الله. بشكرك يا فضيله الشيخ بشكركم بشكرك. بشكرك مشاهدينا اشوفكم بكره على خير ان شاء الله يكون معنا الاستاذ الدكتور ماجد زيتون اشوف حضراتكم بالف خير سلام عليكم